صباح الخير مشاهدينا، صباح الخير للناس اللي انضموا معانا الآن في حلقة بداية الأسبوع من صباح بلقيس. نتمنى لكم صباح مليان بالأخبار الحلوة والسعادة والرضا بإذن الله، وصباحك خير يا سمية. وصباحك وديان، وصباح كل مشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة اللي دائما نطل فيها عليكم مشاهدينا في العاشرة صباحا بتوقيت اليمن. في حوارنا الرئيسي مشاهدينا اليوم وفي اليوم العالمي للبودكاست، كيف أسهم المحتوى الصوتي في رفع الوعي؟ ولنا حوار أيضا في اليوم العالمي للقهوة، فعاليات ومهرجانات لدعم وتسويق البن اليمني، ونشاهد العديد من التقارير من محافظات مختلفة، كما نشاهد أيضا مشاهدينا تقرير عن القهوة المختصة وإعادة رفع القيمة السوقية للبن اليمني. تابعونا على البث المباشر الآن على صفحة الفيسبوك الخاصة بقناة بلقيس، حياكم الله. وأولى أخبارنا لهذا اليوم مشاهدينا، يستعد فريق الميناء الرياضي العدني لإجراء تدريباته في نادي صلالة الرياضي بالعاصمة العمانية صلالة، استعداداً للمشاركة في البطولة العربية لكرة السلة التي ستقام بدولة الكويت في 5 أكتوبر الجاري. وخاض الفريق الميناوي في البطولة العربية أولى تدريباته بمشاركة نجمي كرة السلة مصطفى تراوري وداميان روسر، اللذان سبق أن تعاقد معهما النادي للمشاركة في البطولة ضمن المجموعة الثانية والتي أوقعته القرعة مع أندية الأهلي المصري والغراف القطري والرياضي اللبناني. وعبر المحترفان الأمريكيان تراوري وروسر عن سعادتهما بالانضمام لنادي الميناء العدني، مؤكدين أنهما سيبذلان كل إمكانياتهما إلى جانب الفريق لتحقيق أفضل المراكز في البطولة. مشاركة مهمة للمنتخب أو للفريق اليمني في بطولة ستقام في الكويت بإذن الله في 5 إلى 15 من أكتوبر الشهر القادم، من يعني بوجود 13 فريقا، فنتمنى لهم التوفيق. آمين يا رب، وننتظر خبر التتويج بإذن الله أو الفوز للفرق المشاركة وبالذات فريقنا اليمني بإذن الله يا رب. وننتقل مشاهدينا إلى خبرنا التالي، وأشارت أخصائية الغدد الصماء زهرة بافلولا أو بافلوفا على حسابها بشبكة تيليجرام إلى أنه من الأفضل استخدام السكر نبات ستيفيا السكري، حيث أن مستوى حلاوته مستخلص هذا النبات أعلى من السكر التقليدي ولا يحتوي على سعرات حرارية. وأضافت أن نبات ستيفيا لا يشارك في عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات في الجسم، وعلاوة على ذلك يقاوم الحرارة ولا يتحلل خلال عملية الطهي. وأشارت الدكتورة زهرة إلى أنه يمكن استخدام نبات ستيفيا في تحضير مختلف أنواع الحلويات بما في ذلك التورتة وغيرها. ولفتت الاختصاصية إلى أن البديل الآخر والآمن للسكر هو إيريثيرول، هذا السكر أقل حلاوة من نبات الستيفيا، ويحتوي على 100 جرام منه على 20 سعرة حرارية فقط في 100 جرام. صحيح، وأوضحت أن نبات ستيفيا وإيريثيرول يتميزان بأنهما لا يسببان تسوس الأسنان ولا انتفاخ البطن. العلم أنه نبات ستيفيا هذا أول من زرعه هو شعب الأوروغواي، ومن ثم أخذت الكثير من الشتلات إلى باقي دول العالم نظرا لأهمية هذه النبتة. يعني صحيح، وفي 2011 تم اعتماد هذا المحلي كمحلي طبيعي ينفع لكل من يريدون أن يمارسوا مثلا حياة صحية طيبة، وحتى لمرضى السكر بالأخص هم، فجميل جدا أن يكون هذا البديل خير وأفضل من السكر الطبيعي، البديل الآمن. وننتقل إلى الخبر التالي، حولت نجلاء معمار قلعة بيزنطينية أثرية في مخيم مورك بإدلب شمال غربي سوريا إلى مركز لتعليم الأطفال، حيث يخدم هذا المركز أكثر من 60 طفلاً، ويوفر أيضاً دورات مهنية تدريبية للنساء القاطنات كذلك في المخيم. وقد أصبحت قلعة بيزنطينية أثرية تقع بين خيام ومباني مدمرة في مخيم مورك مدرسة مؤقتة حاليا تمنح الأمل والتعليم لنحو 65 طفلا من المتسربين من التعليم.
وحولت نجلاء معمار الحاصلة على درجة جامعية في التاريخ السوري هذه القلعة منذ عامين ونصف العام بمساعدة متطوعات أخريات. حولت هذه القلعة إلى روضة لتعليم الأطفال أو مدرسة باسم مركز شام التعليمي. وتعلم نجلاء وهي في الأربعينيات من العمر الأطفال الصغار دروساً في اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات، بالإضافة إلى فصول إضافية للطلاب المتسربين لمواكبة الفصول التي فاتتهم. فعلا تحياتنا لهذه المعلمة التي يعني بصراحة هذا يعني دور كبير وقوي، ولهذه الفئة من الناس اللي للأسف ليس الكثير يلتفتون إليها. صحيح، ومسؤولية مجتمعية كبيرة بأن تحول هذه المزار اللي هو كان يعني قلعة أثرية إلى مكان يستفاد منه للتعليم. نتمنى فعلا لهؤلاء الطلاب التوفيق، وشكرا لهذه الأيادي المسؤولة لتعليم الأطفال ومنحهم حقهم في الفرصة لأن يواكبوا يعني عملية تعليمية. والآن إلى خبرنا الطبي التالي سمية. صحيح، فقد نجحت عمليتا زراعة قرنية تبرعت بهما عائلة شهيد من غزة لمريضين، لتنطلق بذلك باكورة عمليات زراعة القرنية بخبرات وتبرع محلي. وأجرى فريق طبي عملية زراعة القرنية الأولى المتبرع بها لمريض يعاني من قرنية مخروطية متقدمة أدت إلى ضعف شديد بالإبصار في كلتا العينين، فيما تم زراعة القرنية الأخرى لمريض يعاني من المرض ذاته. وأطلقت وزارة الصحة في غزة أواخر أغسطس آب الماضي البرنامج الوطني لزراعة القرنيات، وحثت المواطنين على التبرع بقرنيات ذويهم المتوفين تحت اسم ومن أحياها. ووفق أرقام رسمية فإن 300 تحويلة طبية من قطاع غزة للخارج لمن هم بحاجة لزراعة القرنيات. فعلا هذه الأعمال الخيرية مهمة جدا، والتبرع بالأعضاء يعني قد يفيد أشخاص آخرين لا يستطيعون أن يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي. وعمليات القرنية عمليات خطيرة وحساسة جدا، لكن أن تقام في غزة المدينة المحاصرة هذا يعني شيء يحسب لهم. فعلا، وهناك بعض الأسر يمكن تتحفظ على هذا الشيء، ولكن هذا أعتقد أنه من أنبل الأشياء أنه يتبرع الأهل يعني بأجزاء من ناس عزيزين فقدوهم على عشان يحيوا بقية الناس اللي بحاجة لهذا الشيء. صحيح وديان. ومشاهدينا سنذهب الآن إلى فاصل قصير، فابقوا معنا. حياكم مشاهدينا ومن أولى تقاريرنا العربية، وما زلنا في غزة المحاصرة. وفي غزة صنع شابان أقواس رماية بنفس مواصفات الأقواس الأولمبية، وما دفعهم إلى ذلك هو منع إدخال هذا النوع من الأقواس والأسهم من قبل الاحتلال الصهيوني إلى فلسطين. نتابع سويا هذا التقرير لنتعرف على الشابان الفلسطينيان أحمد الزهار ووسيم نايف وقصة الأقواس التي صنعها. داخل أرض زراعية بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، يتدرب الشابان الفلسطينيان أحمد الزهار ووسيم نايف على الرماية بالقوس والسهم الأولمبي، وهي رياضة تندر ممارستها في قطاع غزة المحاصرة. هذه الأقواس التي يحملها الشابان اللذان يلعبان ضمن منتخب الرماية والقوس والأسهم التابع للاتحاد الفلسطيني تزن الواحدة منها نحو 17 كيلوغراماً، وقد أمضيا شهوراً في صناعتها من البحث إلى التجربة. إحنا بدأنا التدرب عن طريق المواقع العالمية، هناك مدربين على السوشيال ميديا، بدأنا ندرس ونتواصل معهم كيفية الرماية. هذا جانب، والجانب الآخر اللي كسبناه من رحلتنا في بطولة العراق اللي هي قبل 4 شهور أو 5 شهور من الآن. كسبنا خبرة كبيرة جدا، تدربنا في مصر
وتدربنا في العراق، حصلنا على خبرات من مدربين دوليين وعالميين والحمد لله، واستطعنا أن نعود إلى قطاع غزة ونطبق ما أجملناه وعرفناه في الخارج من المدربين الدوليين، أصبحنا ندرب أنفسنا عليه وندرب في الأندية على مستوى قطاع غزة. هذا يعاني الشابان من قلة الدعم والاهتمام من الجهات الرياضية، فوجود هذه الرعاية من شأنها أن تنهض باللاعبين المحليين لتمثيل فلسطين في البطولات العالمية حسب قولهما. خدنا وقت طويل جدا درسنا فيه الأدوات هذه، طبعا دراستنا كانت أغلبها افتراضية، ما عندنا أدوات حقيقية اللي نعمل عنها كوبي، كنا إحنا ندرس مخططاتها، ندرس العلم تبعها أساسي، عدنا ابتكار العجلة، بدأنا بتجربة المعادن، نعمل سبائك من الألمنيوم، بعد سبائك من الألمنيوم المغنيسيوم، لعند ما وصلنا إلى سبيكة ذات قوة كافية ووزن خفيف ومناسب إنه نقدر نسكب منها شكل المقبض. إصرار أوصلهما إلى النجاح رغم كل المعوقات، ليدخل بهذا الإنجاز تاريخ رياضة الأقواس في فلسطين. يعني قصة ملهمة فعلا لهؤلاء الشباب اللي يعني للأسف لا يلاقوا دعم من داخل الدولة، وبسبب الحصار الشديد على غزة، إلا أنه في محاولات يعني شديدة لأن يكون هناك فرصة للشباب لممارسة هذه الهواية بشكل عادي وكأنها في أي بلد طبيعي، ففعلا هناك تحديات كبيرة. وعلى سيرة التحديات والأشياء التي بيفعلها الشباب، اليوم معنا موضوع خاص يمكن بيهم الكثير من الشباب، ويصادف 30 أيلول سبتمبر من كل عام اليوم العالمي للبودكاست، وهو أحد أدوات التدوين الصوتي الذي لا يزال قيد النمو في البلدان العربية. البودكاست هو باختصار برنامج إذاعي مسجل يتم تحميله على الإنترنت عبر مواقع معينة، وبدأ انتشاره مع ظهور أول أجهزة للآيبود عام 2004، حيث كان بإمكان من يشتري الجهاز تحميل البرامج الإذاعية المحببة لهم والمتوفرة على الإنترنت بصيغة MP3 والاستماع إليها، وليعمل بعدها عدد من المؤثرين والأكاديميين والباحثين والكتاب على فتح قنوات بودكاست خاصة بهم يبثون عبرها تدويناتهم الصوتية حول الموضوعات التي تهم المجتمع. وللحديث عن البودكاست ودوره في رفع الوعي المجتمعي وعن حضوره في اليمن ومدى تقبله وكل هذه الأمور، نستقبل معنا اليوم ضيفتنا هنا في الاستوديو أمان زيد، منتج بودكاست أيقونة، منتج بودكاست أيقونة. أهلا وسهلا فيك يا أمان. صباح الخير، كيف حالك؟ صباح النور والعافية. صباحك والله، سعداء أن أنت تكوني معنا موجودة في هذا اليوم المهم لصناعة المحتوى الصوتي. أنا سعيدة أكثر أنه بنقدم الآن يعني نقاش حلو عن البودكاست، وأفضل حاجة أنه إحنا الآن متخمين على اللوجو حق أيقونة. القلوب عند بعض. سبحان الله. طيب خلينا نبدأ نتكلم عن تجربتك حول البودكاست وصناعة المحتوى الصوتي. الحقيقة كشخص شغوف بالأشياء اللي البسيطة اللي إحنا نقدر نوصلها بأي وقت، خاصة كبلد مساحاته جدا كبيرة، فشعرت إنه الآن إحنا بنتفاعل مع الإعلام الرقمي ومع الوضع اللي إحنا بنشوف معنا السوشيال ميديا ومع إلى ذلك، فشعرت إنه ضروري نحكي للناس هذه التجربة، إنه إحنا في عندنا الآن إعلام رقمي، كيف إحنا ممكن نستفيد منه. فطرأت لي الفكرة هذه إنه نعمل بودكاست يتكلم عن هذا الشيء. حقيقة الاسم هو تاريخي أكثر ما إنه يعني تقني، إنه أيقونة هي الأيقونات للسوشيال ميديا، لكن هو أيضا له علاقة بالإغريق، إنه كل ما يكون في الشخص عنده بمجال معين يعني يكون هو ثري فيه، فالناس زمان كانوا يعملوا له أيقونة معينة. فالتجربة الآن الأيقونة هي عمرها سنة، وسعيدة كثير إنه معهد الجزر الإعلام قام بتبني هذه المبادرة، وفعلا حثنا ويعني حثنا بشخصيات فعلا ثرية بهذه التجربة. فهذا ناتج عنه محتوى صوتي بنقدمه في منصات البودكاست، سبوتيفاي، جوجل بودكاست، أبل بودكاست وغيرها،
بمادة ثرية نقدر نشوف منها فيدباك حقيقا عن الإعلام الرقمي. يعني في الموسم الأول تكلمنا عن كيف الإعلام الرقمي، كيف حياتنا، رأي عام، ما إلى ذلك. لكن الآن إحنا بنتكلم على كيف إنه إحنا كشباب موجودين على وسائل التواصل الاجتماعي أو كشباب مهتمين بمواضيع مختلفة، كيف ممكن نقدم هذا المحتوى ونوصل لناس مش من بيئتنا، نخرج عن هذا الإطار، نتكلم مع شخصيات إحنا ممكن ما شفناهاش من قبل. حلو، كلام جميل ويا سلام. بس يعني ممكن تكلمين مثلا إحنا كشباب الآن، وتعرفي السوشيال ميديا ما شاء الله سيطرت على حياتنا ووقتنا، ما أهمية وجود بودكاست في حياتنا اليومية؟ الآن الفكرة في حكاية البودكاست هي سهولة الوصول. مثلا نفترض الآن أن إحنا معانا طويل، خط طويل تقريبا 7 ساعات بنسافر الآن لطرابزون مثلا، فمثلا وصلت الخط ما يوصلش معه البث. إذا أنت مثلا فاتحة إذاعة، أنا إيش الخيار اللي بيخليني أستمتع بالطريق، أشوف الطريق، أخذ منه مادة ثرية، أشعر أنه أنا مش مركز مع الطريق، بحس بسهولة في الطريق اللي أنا بمشي فيه؟ البودكاست. فبسمع بالحلقات، ممكن تكون أحيانا في حلقات مدتها ساعة، في حلقات نص ساعة، في عندك مثلا حلقات ربع ساعة اللي هي موجودة في أيقونة. فهذه الحلقات المحتوى اللي موجود هو أنا اللي بختاره، مش هو اللي يختارني. أيوة. مثلا في الإذاعة أنا مضطر أني أسمع حلقة ممكن 7 دقائق أو ساعة مثلا بالكثير، بس أنا مش مهتم بالموضوع ده، سياسة أو غير سياسة أو مواضيع تقنية أو، لكن أنا مثلا لما أشوف أنه في عندي بودكاست مثلا بيتكلم على مواضيع أنا شغوف فيها. أيوة. فبجلس أسمع من عندهم 7 ساعات، أوصل طرابزون أسافر إن شاء الله اليمن وأنا في عندي محتوى أنا بستفيد منه. أيوة. بخلص أو بوصل المكان اللي أنا بروح فيه وبشعر أنه أنا فعلا نسيت الطريق، بس أنا أخذت معلومة مهمة. بكرة لما حد مثلا بيسألني عن موضوع معين بشعر أنه بقدر أتجاوب بطريقة حلوة، وبقدر أجاوب على أشياء مستندة على بودكاست معين، وهذا هو الحلو. هذه الفكرة بنشوف انه كثير ناس سهولة في عمل البودكاست، وسهولة انه فقط مايك، يعني هو فقط مايك تقدر تشتري $100 او حتى اذا ما كانش ميزان في ايضا تلفونات بتتيح هذا الشيء. بنشعر انه الناس بيقدموا هذا المحتوى وبيحصل فيه اثراء. يعني تقريبا الان في اليمن في اكثر من بودكاست، وهذا البودكاست بيعطينا انطباع انه في كثير شباب في اليمن مهتمين انهم يقدموا ارائهم اللي بيمروا فيها، مثلا ارائهم السياسيه، ارائهم الاجتماعيه، او اي شيء حابينه. وهذا هو الفكره الحلوه في البودكاست. فعلا العالم اليوم في توجه كبير للبودكاست بالأخص بعد كورونا. يعني مؤسسة اسمها بلوز وان قالت أنه عدد المستمعين يعني في الولايات المتحدة الأمريكية إذا أخذناها كنموذج من 45 مليون مستمع إلى قرابة 70 مليون مستمع، وهذا كبير. عدد كبير يعني بعد الكورونا. أنت كيف تشوفي إقبال الشباب اليمني للاستماع إلى هذه المحتوى الصوتي؟ شوفي أنا بقول لك حاجة، فكرة الآن في ناس لما نتكلم على البودكاست سواء في اليمن أو بالأخص باليمن أقصد، بنشوف أنهم بيربطوها دائماً بالإذاعة، أنه أكيد يعني زي الإذاعة، لكن هو فرق تماماً. أيوة. الشباب الآن في اليمن يعني التنوع، لأنه الآن لما نتكلم على شباب موجودين في اليمن مهتمين في مواضيع معينة، إحنا نسمح لهذا الأشخاص أنهم يطلعوا ويظهروا نفسهم ويبرزوا أكثر. احيانا ممكن الاذاعات ما تسلط الضوء بشكل كبير على الشباب بقد ما تسلط على القضايا، مع انه اهم شيء في اي قضيه هو الشباب. اذا اي حاجه في المجتمع صارت اذا تاثر فيها شباب، فانه نسبه كبيره في المجتمع فهي بتتاثر. فاحنا الان لما نقول للشباب اطلعوا قدموا لنا محتوى بيعبر عنكم، عن ارائكم، عن احلامكم، فهذا الشيء بيعطينا انطباع انه المحتوى الصوتي في اليمن طري جدا. يعني مثلا من ضمن البودكاست اللي هو مثلا بون بودكاست بيتكلم عن المواضيع الثقافيه وما الى ذلك، في بودكاست ايضا اللي هو عنب بودكاست بيتكلم على المواضيع التقنيه وما الى ذلك. فنشعر انه في ناس متخصصين احنا محتاجين احنا نسمع منهم، وهذا هو الفكره في البودكاست. من خلال تجربتك امان، وانت ما شاء الله منتج الان، واكيد ما دخلتيش هذا المجال الا لو قد فسفستي وعملتي دراسه وعملتي يعني كل الخطوات، يعني ما هو ما هي البرامج الأكثر استماعا يعني وطلبا؟ صحيح، احنا لانه فصفصنا كثير بأيقونة وشفنا انه الشيء اللي بيميلنا بيخلينا احنا نتميز اكثر هو الاسلوب الحواري. طبعا البودكاست بيختلف، في عندك حواري، في عندك مقابله، في عندك اكثر من شيء. أيوة. والاشياء اللي بتحس الناس انها بتستمع اليها اكثر هي الحواريه. طيب ايش المواضيع اللي بيتم الحواريه؟ المواضيع الاجتماعيه،
المواضيع اللي بتعبر عن ذات الفرد اللي هي مثلا بتجيب عن تساؤله. ومعلومة حلوة انه بتقول لك انه اكثر الشباب اللي هم او اكثرية الناس اللي بيسمعوا البودكاست هم اكثريتهم انفعالا، يعني مش مثلا يعني بيحسوا انه نهاية الحلقة خلاص بيلاقي الاجوبة اللي كان دائما يفكر فيها. وهذا هو الحلو في البودكاست، انه انا بشعر انه انا ما اتكلمش وحدي، انه انا في عندي شخص بيمثل رأي وفلان بيمثل الرأي المقابل او المناهض لفكري، فبشعر انه انا اثريت سمعي والفكرة اللي انا ماشي عليها. فبشعر انه في ناس بيتبنوا فكرات افكار معينه، وهذا هو الحلو. مثلا في ايقونه بودكاست احنا تكلمنا على فكره معينه وهي الراي العام، لانه احنا اكتشفنا فكره انه اللي صار في الشيخ جراح وغيرها من القضايا تستحق ان احنا نتكلم عنها، انه كيف مجموعه من الشباب عملوا سياسات في الدول، انه هي هذه المنطقه. وفعلا يعني في 2020 قبل ما ابدا ايقونه كنت اسمع لكثير بودكاست، وفعلا كنت في بودكاست اسمعه من 9 دقائق في بعض اكمل الحلقه، فبديت اشعر انه ايش اللي خلى هذا فلان يخليني اسمع الحلقه الاخيره، وايش هذاك اللي خلاني انه انا فعلا اوقف. كل واحد منهم كان مختلف، رغم انه الصوت حلو، لكن ايش اللي خلاني اواصل؟ هل المحتوى؟ هل طريقه الاداء؟ هل نوع البودكاست أساساً، هل هو أساساً نفس الوقت أميل له ولا ما أميلش لهذا الموضوع؟ وإيش الإجابة كانت؟ الإجابة الحلوة أنها هي طريقة الحوار. أيوة. الحوار اللي خلاني فعلاً أشعر أنه في نقاش، أنه مش واحد يجي يحكي لي يسرد لي زي الحصة الرياضيات، لا، في حاجة أنت جزء من الحوار هذا، طبعاً يتكلم ينكت يعمل نفسه سالفة يعني. أيوة. تشعر أنه لا، أنا فعلاً هذا الموضوع في واحد تكلم نفس نقطتي، انه فعلا. والحلو في البودكاست انه قريب من الجمهور، يعني في كثير ناس مثلا قبل ما يعملوا بودكاست يعملوا استطلاعات راي في السوشيال ميديا يسهلوا نفسهم المحتوى القادم، وبنفس الوقت لما حد يتكلم يقول بنينا على استطلاع في السوشيال ميديا وما الى ذلك. وهذا هو الحلو في الموضوع، انه احنا نحس انه البودكاست مش انا ملكي فقط، لا، بشعر انه لا، في فيدباك من الناس، يشعروا الناس انهم منهم واليهم. هذا هو الفكره في البودكاست. طيب امان، تعرفي في قضايا كثير في اليمن، وبالاخص موضوعات زي الاقليات، موضوعات زي المراه، زي كثير موضوعات، كيف ان احنا نستثمر يعني صناعه المحتوى الصوتي لتسليط الضوء على بعض هذه القضايا الحساسه واللي فعلا المجتمع زي ما تقولي يخاف انه يتكلم عنها؟ صح، المواضيع الشائكه او المواضيع اللي نشعر انه في لها مصطلحات كبيره يحتاج لها واحد يحكي فيها كثير، مهم جدا احنا نتابع ناس يتكلموا عن نفس المواضيع. فمثلا أيوة. بتكلم على موضوع له علاقه بالمراه، فضروري اسمع كل البودكاست او مش كله، نسبه كبيره منه انه يتكلم على المراه. فبشوف ايش الناس الان، ايش الحلقات اللي الناس كثير يتفاعلوا معها، هل أيوة. علاقه بالمراه، قضايا المراه اللي يتم تعنيفها، او النساء اللي يتم يعني انه يظهر نجاحتهم، او ايش بالضبط، او النساء اللي مثلا قدروا يوفقوا ما بين العمل وبين حياتهم. فكل ما كان احنا نقدر نحدد من البدايه انه انا مثلا عندي بودكاست حاب يتكلم عن شيء معين او عن قضيه معينه، اروح اسمع لها، بحيث مثلا ما احس انه محتواي يشبههم، لا، بقدر ما احاول ان انا كيف اتبعوا نفس الاسلوب، احاول اخرج عن هذا الاطار واعطي محتوى بنفس هذا الموضوع. لانه لو خرجت عن الاطار عن موضوع معين او عن قضيه معينه واحاول اني ضروري اني اثبتها للجمهور ما بتوصلش، فضروري اني اوصلها بطريقة تشبه البودكاست اللي أنا كنت أستمع له عشان توصل للجمهور المستهدف بشكل أكبر. طيب أمان، الآن كأمان زيد يعني، وأنت يعني درستي ويمكن لك كثير من الهوايات، أو مثلا كان في بالك شيء معين أنك تعمليه بس حاليا مثلا قررتي أنك تدخلي هذا المجال، إيش اللي خلاكي تدخلي مجال البودكاست وتعملي بهذا الشيء؟ اللي خلاني أول حاجة أني أفكر بالبودكاست أنه أنا فعلا كان عندي كثير آراء حول الإعلام الرقمي، وكثير كنت أحس أنه أجلس كل يوم أعمل فيديوهات على السوشيال ميديا، ضروري أجلس أعمل فيديو، ضروري أجلس أصور، طب أنا ما ليش طاف أصور يعني؟ فعلا والله كلنا نعاني، أنا أجلس بس حجابي لابسي يعني ليش؟ فشعرت أنه لا، أنا حابة أخذ وسيلة سهلة مريحة لي أنا كشخص كأمان، وحابة أنه أقدم محتوى أقدر أتكلم براحتي، ما أحس أنه معي دقيقة ولا الناس بيملوا، ممكن أتكلم نص ساعة وما أشعرش أنه في ضيق في الوقت. فحسيت انه البودكاست هو اسهل لي، فتابعت ناس في نفس مجالي يعني في الاعلام الرقمي وما الى ذلك، فشعرت انه طريقه اسلوبهم، طريقه سرد او طريقه كيف انتقالهم من محور لمحور كشكل كانه كسرد معين، فخلاني اتبنى فكره معينه. انه لما قدمت الفكره للمعهد حسيت انه فعلا المعهد يتماشى مع هذا الفكره، فهذا سهل لي جدا كبير. ايوه، والوضع اللي مشينا فيه بعد مع الكورونا سهل لنا اكثر في المحتوى. فانا مثلا لما بكتب محتوى بقدر اني طوالي انسبه للاعلام الرقمي، بقدر الاقي احصائيات، بقدر اكتب عن هذا الشيء.
إضافة لذلك أنه الفريق اللي موجود معي واللي فعلا أنا أشكره جدا على المحتوى اللي بيقدمه، أنه فعلا كلهم بيتماشوا مع الإعلام الرقمي، كل واحد بيطلع فكرة معينة، وبنحس أنه إحنا ماشينا حول مواضيع معينة يعني بتمشي لها علاقة بنفس البوينت الأساسي اللي لها علاقة بالإعلام الرقمي وكيف بتأثر فينا. وإحنا أساساً كنا من ضمن الأشخاص اللي تأثرنا بقضية فلسطين وكذلك كنا نشاهد فيها هذا الشيء، فكان موضوع في الوقت المناسب يعني. طيب تعرفي انت حكيت لنا قبل شويه انه انت يعني موضوعات كثيره بتناقشيها، بس انا حابه اعرف انت كيف تختاري الموضوع وايش هي اصلا المواضيع بشكل عام او الكاتيجوريز نقدر نقول اللي انت تناقشيها في بودكاست ايقونه. في بودكاست ايقونه اول حاجه نمشي على الفكره الاساسيه اللي هو الاعلام الرقمي وكيف يأثره على الراي العام. أيوة. من هذه الفكره الاساسيه احنا بنشوف احنا كشباب مثلا لما ايش المواضيع الان اللي هي ترند، الترند هذا هو اهم شيء عندنا انه ناخذ ترند، مش عشان احنا ناخذه ونشيره، لا بس هو موضوع مهم ورائج. صحيح. بالضبط، فاحنا نوضح للناس انه ليش هو رائج، انا ايش اللي بيخليني اروح اتابع هذا الهاشتاج مثلا. أيوه. فاحنا بناخذ هذا الشيء الان الميتافيرس والمواضيع الرقميه والناس اللي بداوا كثير ناس ينقلوا اعمالهم للسوشيال ميديا، مواضيع تحتاج له هذا، اضافه الى ذلك القضايا اللي احنا بنعاصرها الان مثلا اللي حصل مع ايلون ماسك واللي غير المواضيع اللي بتصير اشياء كثيره على العالم الرقمي، وحتى وان كنا نحس انه لا عادي ممكن احنا ما لاقش موضوع، لكن بنشعر انه احيانا الاحداث اليوميه ممكن تعطينا. اضافه لذلك احنا بنتبع اسلوب حلو بايقونه، ان احنا ممكن نتكلم على اي موضوع، ممكن نتكلم على الفاشن، لكن بنتكلم على ايش فكره الاعلام الرقمي، كيف ممكن اوصل فكره الفاشن لناس كبير، ناس أيوة. كثيره. مثلا تكلمنا على السينما واللي هي انا شغوفه فيها، فكنت اقول ايش اللي بيخليني انا اجمع بين شغفي والاعلام الرقمي، وهي طبعا دائما قصه افكر فيها، قلت هي اهم حاجه انه معقوله في يعني الاعلام الرقمي اثر فيها معك اللي هي هذا سكويد جيم، فكانت هذه الفكره انه كيف ناس كثيره بدات تتابعه بسبب انه اشياء كثيره. فكانت الحلقات احنا اتحنا نفسنا مجال احنا نتكلم على مواضيع عامه، بس نربط فكره الاعلام الرقمي انه لولا هذا البوينت الاساسي كان ما بيوصلش لهذا الشيء، وهذا هو اللي بيسهل علينا كثير حلقات ونشوف عليها فيدباك لانه ناس كثير بيعاصروها وهذا الحلو. طيب أمان الآن الكلام ما شاء الله معك ما ينملش، أنا صراحة استفدت، ممكن استفيد لأنه فعلا البودكاست أنا كشخص يوميا أعمل ميك أب وشعر يمكن نلقى للبودكاست بعدين، هذا نداء للأشخاص القائمين على برنامج صباح المحتوى يحتاج فعلا المحتوى الصوتي يحتاج عدد كبير من الأشخاص للانتساب في مساحة كبيرة. صحيح. أنا سؤالي الأخير لك يعني وأتمنى أنه كل الشباب يستفيدوا، نصائح لمن يرغب في دخول في صناعة محتوى صوتي يعني. أول حاجة ما تخافش أن كل حاجة تبدأ، رقم واحد. ثانيا ما تفكرش بالمانح قبل ما تبدأ، لأنه المانح يشوف مادة قدامك. أيوة. فأنت قبل ما تعطيها المادة ضروري تقنعه بالمادة هذه. ثالثا وأهم شيء المحتوى اللي بتقدمه ضروري يكون ذو فائدة، أنا ما بتكلمش بس كأنه تسجيل صوتي بالواتساب. أيوة. أنا بتكلم حول مادة، هذه المادة أنا أحتاج أنه اللي أمامي بأخذ منه من وقته نص ساعة، ربع ساعة، 20 دقيقة، إيش بيستفيد منه؟ بيخرج يسبني ولا بيخرج مثلا يمدح فيني ولا يشير على الحلقة؟ فهذا هو أهم مهم جدا. إضافة لذلك أتكلم أول نقطة الأخيرة اللي هو أنا أتكلم عن موضوع أنا شغوفة فيه، بروح أتكلم على موضوع له علاقة مثلا بالسياسة وأنا ما أدريش بالسياسة ولا أنا فاهم فيها أو ما أهتمش بالمواضيع هذه، فكلما كانت المواضيع اللي أنا بقدمها تعبر عني وانا مهتم فيها وانت ثري فيها وتعرفها. صحيح. وبشعر انه انا فعلا بقدم الحلقه هذه وبقدر اتكلم باريحيه، بتكلم انا لابسه البيجامه والمايك قدامي واتكلم باريحيه بعفويتي وبالاثراء بالمعلومه وبقدر اوصل للجمهور في الثلاثه، وخاصه انه ما تملكش الا فقط صوتك ليدخل لقلوب الناس يعني، والناس ما عندهمش اي مؤثرات اخرى يعني. صح صح. في كثير بودكاست مثلا ممكن يستغنوا كثير عن المؤثرات الصوتيه، بس مهم جدا طريقه كتابتك للمحتوى انه يعني مثلا المحتوى هذا اللي بيقدمه هل هو صح يعني يستاهل انه واحد يسمع له ولا ما يستاهل. وهذه هي الفكره المهمه لما احنا نقدم البودكاست، يعني احس نفسك انه انا اللي لو سمعت هذه الحلقه ايش بقول. أيوة. وهذا هي الحلو بالموضوع، فبختصر على نفسي يعني يوم كامل وانا اكتب المحتوى، هل بسمعني ولا بقفل. بالضبط. هذه الفكره، هي هذه الفكره. أيوة. المهمه بالموضوع انا بواصل لها. فعشان كذا فطريقه البودكاست سهله جدا، في كثير منصات في البودكاست مثلا زي انكر منصه مستضيفه، تقدر تسجل الحلقه اذا مثلا ما عندكش الميزانيه انك تشتري مايك مثلا. أيوة. فتقدر تسجل الحلقه وفي عندهم اثرات صوتيه وارتاح.
ننشر لك في سبوتيفاي في كل مكان، فهذا هو حلو جدا الموضوع. وافكار ثريه ورائعه، وانت اليوم يعني اضفتي يعني لنا يعني افكار رائعه جدا، وانا خلاص يعني من الاشخاص اللي احب اصلا صناعه خلاص انا وانت. لا والله بدايه، لكن حقيقي فعلا انه يكون في محتوى يمني مهتم بهذه الاشياء ويتابع الترندات ويعمل على يعني مواكبه ما يحصل اليوم في العالم، لانه للاسف العالم العربي يعني لسه ما يجاري ما يقدمه العالم، فهذه الجهود جباره وكبيره. فشكرا امان على ما تقدمي للمجتمع اليمني من خلال هذا المحتوى الصوتي، من خلال أيقونة أو بودكاست أيقونة. أهلا وسهلا فيكم، شرفت كثير بكم. وإحنا أكثر. مشاهدينا فاصل وراجعين، خليكم معنا. حياكم مشاهدينا. خلال 10 أيام شهدت عموم مدارس محافظة المهرة فعاليات لحملة توعية واسعة لمكافحة المواد المخدرة، ومن خلال برنامج فني وتثقيفي متنوع وآخر تعريفي لمختصين أمنيين وصحيين استعرضت المخاطر الناجمة عن المخدرات، واستهدفت الحملة التوعوية الواسعة بمحافظة المهرة لمكافحة المواد المخدرة قرابة 3000 طالب وطالبة. هذه الحملة جاءت للحفاظ على شريحة الشباب وطلاب المدارس من الانزلاق في خطر التعاطي والإدمان وما ينتج عنهما من تصدع للنسيج الاجتماعي. نشاهد سويا. حملة توعية واسعة بمحافظة المهرة لمكافحة المواد المخدرة من خلال برنامج فني وتثقيفي متنوع وآخر تعريفي لمختصين أمنيين وصحيين. 10 أيام من الفعاليات تشهدها عموم مدارس محافظة المهرة، أعلن عنها مكتب التربية والتعليم بالشراكة مع الأجهزة الأمنية وقطاع الصحة لغرض التوعية بمخاطر المواد المخدرة. نعم، هناك عدة برامج وفعاليات تقام في الإذاعة المدرسية، نحث فيها أبنائنا الطلاب على مخاطر المخدرات وأسبابها وكيفية الحذر منها وعدم الانجراف ومرافقة أصدقاء سواء كانت في أنشطة مدرسية أو فعاليات تكون في الصف، وحلقات وندوات قامت فيها بعض المعلمات وعرضها على في قاعة الحاسوب توعوية وإرشادية للطالبات، واستهدفنا الطالبات من الصف السابع إلى الصف التاسع. مهرجانات متواصلة تشهدها مدارس المحافظة تتخللها عروض مسرحية هادفة ومعبرة يقيمها الطلبة هنا على مدى 10 أيام حول خطر مادة المخدر وأسباب الإدمان وآثاره الصحية والنفسية والاجتماعية على الفرد والمجتمع. هذه الآفة الدخيلة على مجتمعنا يجب أن نتنبه جميعا لمكافحتها وعدم الانجرار وراء مروجيها ومتعاطيها، علما أنه لا ينخرط في هذا المستنقع إلا الفاشلين في حياتهم. الفاشلين هم الذي يفكروا كيف يوقعوا الناس الناجحين مثلكم في هذا المستنقع الخطير. نشد على أيديكم يا أبنائنا وبناتنا، لأنكم أنتم اللبنة الأولى في المستقبل، وأنتم المستهدفين الوحيدون في انتشار هذه الآفة التي تقع في خطر المخدرات. برنامج التوعية يستهدف 30,000 طالب وطالبة، ويركز على نشر الوعي في المدارس من خلال برنامج متنوع ثقافي وفني يحاكي في مضمونه المخاطر والأضرار الجسيمة الناجمة عن المخدرات
وانتشارها، حيث يشمل البرنامج نحو 80 مدرسة من المدارس ذات الكثافة العالية في مختلف مديريات المحافظة، يتنوع بين العروض والمحاضرات التعريفية لمختصين حول الإدمان وآثاره وطرق العلاج منه. نحب أن نوضح لكم المخدرات الموجودة في المحافظة الموجودة حاليا الذي كثر انتشارها. 4 أنواع من المخدرات، شوفوها عشان ما أحد يخدعكم. 4 أنواع من المخدرات موجودة في المحافظة. أولها أقدم حشيش مخدر في المحافظة، هذه النوعية راتنجا حشيش ويسمى القطب الهندي. هذه حبوب تسمى حبوب الصرفة أو حبوب أبو هلالين أو حبوب تحت اللسان، هذه يستخدم عبر البلع. هذه مادة الكريستال ميث، هذه طبعا هذه راح ضحيتها أعداد بسبب زيادة الجرعة. هذا هو الشبو شبيه الملح، هذا أخطر أنواع المخدرات وأشدها فتكا بالإنسان، هذا ما فيش تجربة فيه، هذا من أول تجربة يصبح الإنسان مدمن ولا يوجد له علاج. طوال أيام الحملة جرى استعراض جانب من أنواع المخدرات وآثارها الصحية على القلب وارتفاع ضغط الدم الذي يؤدي في بعض الأحيان إلى حدوث انفجار في الشرايين والتهابات في المخ تؤدي إلى الشعور بالهلوسة وأحيانا فقدان الذاكرة. من الأضرار الصحية لهذه الآفة الخطيرة المتمثلة في المخدرات هي أيضا اتلاف الدماغ اولا، ومن ثم تؤدي الى الاكتئاب. مدمن مخدرات يكون مكتئب جدا وعدم القدره على النوم، وفي الاخير مدمن مخدرات يصاب بالهلوسه، ويؤدي المخدرات تؤدي الى الجنون من ثم الوفاه. نتائج ايجابيه يامل القائمون على برنامج التوعيه الخروج بها للحفاظ على شريحة الشباب وطلاب المدارس من الانزلاق في خطر التعاطي والإدمان وما ينتج عنهما من تصدع للنسيج الاجتماعي. ياسر محمد لبرنامج صباح بلقيس المهرة. دائما ما يكون انتشار المخدرات بين أوساط الشباب هو نتيجة عدم وجود الوعي. صحيح أن الجهود التي تقوم بها الدولة لمكافحة العصابات والدور مهم، لكن يبقى الحملات التوعوية مهمة جدا لزيادة المناعة ضد هذه الأنواع الخطيرة أو المدمرة للمجتمع. طبعا، والشباب طاقات كبيرة، ومن المؤسف جدا أن يتجه الشباب لإهدار طاقاتهم في الأشياء التي بتضرهم نفسيا وصحيا وبتدمر مستقبلهم. أعتقد أنه هذه الطاقات يجب أن تتوجه في مكانها الصحيح، يمكن باهتمام الشباب بإنشاء مشاريع تقوم برفع اقتصاد البلد. صحيح، مثل مثلا تجارة البن أو الاهتمام بالديان. صحيح وديان، وهذا هو موضوعنا التالي مشاهدينا. وتحتفل العديد من الدول اليوم باليوم العالمي للقهوة، والذي يصادف تاريخ اليوم الأول من أكتوبر. ولا تذكر القهوة إلا بموطنها الأول اليمن، فقد لعبت دورا مهما في الثقافة اليمنية والحياة اليومية ولأكثر من 500 عام. وبسبب الظروف والصراعات التي تمر بها اليمن منذ عقود، تراجعت صادرات البن إلى أدنى مستوى، لكن مبادرات من تجار ومنتجين وفاعلين يمنيين أسهمت مؤخراً وبشكل كبير في إعادة التسويق للبن اليمني واستعادة مكانته دولياً. من هذه الفعاليات مهرجان ومعرض التسويق للبن اليمني في صنعاء، والذي يقام تزامناً مع احتفالات شعبنا بثورة 26 من سبتمبر. وللحديث أكثر حول الفعاليات ينضم إلينا بكر النصيري، مسؤول مهرجان ثورة البن. ويسعد صباحك. صباح الخير والعافية، كيف حالكم؟ يومك طيب وعيد قهوة مبارك عليك وعلى كل العالم. طيب إن شاء الله، وحييكم جميعا في بمناسبة هذا اليوم العظيم. احنا سعيدين انك انضميت لنا في صباح بلقيس عشان نتكلم اكثر عن هذا اليوم. بدايه بكر، كلمنا عن المهرجان والفعاليات المرافقه له وكذلك ابرز المشاركين. هذا المهرجان هو بمناسبه اليوم اليوم العالمي للقهوه، كذلك
الذكرى الأولى لثورة البن. ويعني حرصنا في هذا المهرجان إلى إقامة العديد من الفعاليات، أبرزها المعرض التسويقي، و يعني مثلا الموروث الشعبي من الرقصات والأهازيج، وكذلك إقامة العديد من المسابقات الثقافية، وبالإضافة إلى مسابقة أفضل كوب من خلال تقديم المزارعين للعينات، بحيث أنه أفضل عينة يحصل المزارع على جائزة. كذلك يعني مسابقة أفضل بوث للشركات والمنشآت التي شاركت في المهرجان. أيوه. وحرصنا في هذا المهرجان على إشراك المنشآت الناشئة والريادية، وكان يعني حضورها لافت وبارز من خلال البوثات التي عرضوها. أولاً أنا حابة أشكرك بشكل شخصي، فعلاً شكراً على اللي أنتم تقدموه لهذا المنتج العريق. وأنا حابة أسألك سؤال اللي هو كيف تسهم هذه المهرجانات والفعاليات في دعم البن اليمني؟ المهرجانات بطبيعة الحال تعمل على إتاحة الفرصة للمنشآت الناشئة والصغيرة. أيوة. والأصغر على تقديم نفسها للسوق، لأنه بعضها لازال عملها مقتصر على السوشيال ميديا أو من البيوت أو ما إلى ذلك. من خلال المهرجانات تتشجع هذه المنشآت على تقديم نفسها للسوق، بالإضافة إلى خلق فرص للتشبيك ما بين المنشآت الناشئة والشركات الكبيرة، يعني بزنس تو بزنس. كذلك بتلعب التغطية الإعلامية والمؤثرين على السوشيال ميديا دور هام وأساسي في نقل الصورة الذهنية للعالم عن تطور الإنتاج في البن اليمني والمنتجات التي تعرضها للشركات من باب التسويق والترويج. جميل أخ بكر. طيب مثل ما بنشوف مؤخراً الكثير من الاهتمام والفعاليات، وكثير حتى من الناس ما شاء الله متفاعلين مع هذه الفعاليات اللي بتفعلوها، ولكن هناك جزء أكيد أنتوا بتعرفوه أكثر من المشاهدين والناس الذي بيشوفوا هذه المهرجانات الجميلة، اللي هي الصعوبات التي بتواجهكم كمهتمين وشباب ناشطين في مجال تشجيع زراعة البن. إيش هذه الصعوبات يا بكر؟ أبرز المعوقات التي تواجهنا تتمثل في وجود تجار مهربين للبن الأجنبي، يعني بيتم التهريب بشتى الوسائل والطرق، يعني بدورهم السلبي عملوا على تشويه سمعة البن اليمني وتقليل ثقة المستهلكين خصوصا في دول الخليج بالبن اليمني، وهذا يعني أكيد أثر سلباً على تنمية زراعة البن في اليمن لمدة 60 السنة الماضية. يعني قبل 60 سنة كان اليمن ينتج فيما يقارب 55 ألف طن ويتصدر منه إلى 40 ألف طن، الآن بالكاد نصل التصدير يعني إلى 5 ألف طن. هذا وكذلك من أبرز المعوقات اللي هي مسألة تكاليف النقل الباهظة، يعني بسبب الحرب والحصار وما إلى ذلك. فعلا هذه مشكلات كبيرة يواجهها المزارعين، لكن في نفس الوقت أنا حابة أعرف تشوف يعني تفاعل المزارعين، إقبال الناس على هذه المهرجانات؟ هل هناك زيادة للوعي بين أوساط المزارعين حول هذه الأنشطة المهمة التي تدعم شجرة البن؟ بالنسبة يعني السؤال هو مفصول ما بين الناس والمزارعين. أيوة. فيما يتعلق بالمزارعين هناك تفاعل كبير جدا من قبل المزارعين، ولكن يجب أن يكون العمل والزراعة مدروسة، حيث أنه لا يأتي البن على حساب حاصيل أخرى بيستفيد منها المزارع، لأنه في حالة أنه تم قلع جميع الأشجار وما إلى ذلك وزراعة البن والاكتفاء بالبن فقط، بيتضرر المزارع في أوقات الجفاف على الحبوب ولا على أي زراعات أخرى مصاحبة. لابد أنه يكون الزراعة تكون مدروسة والأمر يكون مدروس، وإحنا بنحرص في هذا الجانب على توعية المزارعين،
والحمد لله قد في تقدم في هذا الجانب في بعض. بالنسبة للناس هذه السنة كان الإقبال كبير جدا والتفاعل كبير، يعني من الصباح إلى الليل، والمواطنين يتوافدون على المهرجان والتعرف على الطرق الحديثة، يعني إنتاج البن وكذلك حتى تذوب البن وما إلى ذلك. يا سلام، وهذه أخبار مفرحة صراحة، وإحنا نسعد بتفاعل الناس ووعي الناس ويعرقوا نهضة زراعة البن وانتشارها. طيب، إحنا من زمان بنسمع عن القهوة بأنواعها في اليمن، ولكن مؤخرا باكر يعني انتشر مصطلح اللي هو القهوة المختصة، وهي معروفة في العالم بأجود أنواع القهوة. يعني كيف ساهم إنتاج المزارعين لها بعودة البن اليمني للصدارة، وخاصة إنها من أجود أنواع القهوة تعتبر؟ إنتاج البن المختص وتصديره للخارج يعد من أبرز العوامل التي ساهمت في استعادة اليمن لمكانتها العالمية كواحدة من أفضل البلدان المنتجة لأجود أنواع البن في العالم. يعني مثلا في السابق كان يتم الإنتاج بن تجاري، عدم الاهتمام بالتجفيف، عدم الاهتمام بالبن نفسه، حتى يعني كان يخرج البن من اليمن يعني حتى في التغليف. الآن الأمر اختلف، القهوة المختصة خصوصا اليمنية فيها الروائح والنكهات الفريدة مختلفة حتى عن باقي النكهات في العالم. فعلا موضوع البن يعني مهم جدا وهو جزء من ثقافتنا، فنشكر جهودكم اللي تقدموها وكل الشباب لحماية هذا المنتج اليمني الأصيل، ونتمنى فعلا أن تستعيد اليمن مكانتها بشكل عالمي أكبر، وأن تصبح قهوة يعني هكذا معروفة في كل كافيهات العالم وسلسلات كثيرة منتشرة في كل بقاع الأرض. شكرا يعني بكر النصيري مسؤول مهرجان ثورة البن لتواجدك معنا في صباح بلقيس تغطية هذا اليوم المميز. حياكم الله. في أمان الله. مشاهدينا فاصل وراجعين، خليكم معنا. وما زلنا نحتفل بيوم القهوة العالمي، وبفضل وعي واجتهاد مجموعة من الشباب اليمني بدأت صادرات البن اليمني بالارتفاع، حيث بلغت قيمة الصادرات من 8.5 مليون دولار في عام 2016 إلى 17 مليون دولار عام 2019. الجهد الذي يبذله هؤلاء الشباب في سبيل إعادة البن اليمني لمكانته السابقة يستحق الإشادة. في التقرير التالي نتعرف على أشهر المشاريع لبيع البن والتي حرص أصحابها أن تكون القهوة متوافقة مع المعايير الدولية عبر إنتاج القهوة المختصة التي ستعدل مزاجنا من خلال هذا التقرير التالي. درر متجر القهوة المختصة وموكا هنتر صائد القهوة من أشهر المقاهي التي انتشرت مؤخراً في صنعاء لاستعادة سمعة البن اليمني عبر إنتاج وبيع حبوب القهوة المختصة. جهود إعادة إحياء موروث وثقافة البن اليمني وربطها بالمعايير العالمية، تم افتتاح الكثير من المتاجر وكافيهات القهوة المختصة وعمل البن اليمني ذو الجودة العالية بمعايير عالمية. هذا أدى إلى إقبال الناس وأيضاً تجربتهم للعديد من الطرق التحضيرية سواء المنزلية أو في هذه الأماكن. القهوة المختصة مصطلح يطلق على أفضل أنواع القهوة من حيث المذاق والجودة وأسلوب الزراعة، وقد اتجه إلى إنتاجها العديد من رجال الأعمال والمنتجين لرفع القيمة السوقية للقهوة اليمنية مرة أخرى بعد التدهور الذي مرت به. المشاريع التي فتحت مؤخراً وكان في الأسبقية موكا هنتر، عرفنا بأنواع البن اليمني بعدة أنواع، من البن الحرازي إلى الحواري إلى العديني
إلى الحيمي، فأصبح لدينا الآن نوع من التيست، يعني من الخبرة في اختيار نوعية البن ومذاقها. ولمعرفة جودة البن يتعاقد أصحاب هذه المشاريع مع سقاط القهوة لاختبار التذوق وللتأكد من أن منتجهم يتفق مع المعايير الدولية للقهوة المختصة التي أعادت للقهوة قيمتها لدى الناس وفي الأسواق. في الفترة الأخيرة غابت ثقافة شرب القهوة في اليمن، تحولوا الناس إلى الشاي، فوجود مثل هذه المقاهي أولاً يعني هي لها إيجابيات كثيرة جداً، لأنها بتعيد ثقافة القهوة كمشروب اجتماعي. يحاول هؤلاء الشباب إعادة البن اليمني لمكانته السابقة، فقد كانت جبال اليمن موطناً لبعض أفضل أنواع القهوة في العالم، وبإنتاج القهوة المختصة يتجدد الأمل بعودة البن اليمني للصدارة. مشاريع جبارة فعلاً، ونتمنى أنها تصل إلى المستوى العالمي بأن تحقق يعني سلسلة كبيرة لا متناهية من الكافيهات حول أنحاء العالم بإذن الله. وأنا والله العظيم سعيدة جداً، وبارك الله في كل الشباب اللي بيعملوا هذه الفعاليات واللي ساهموا فعلاً بإعادة يعني كلمة البن. يعني صحيح. إحنا كنا نسمع أنه اليمن مشهورة بشجرة، والآن الحمد لله رجعت الشجرة الأصلية. وأنا اليوم أنا مش محبين الكثير القهوة، ولكن عيب علي اليوم ما اختمش الحلقه بهذا الفنجان من القهوه. وانا حشاركك وديان، ونختمها ب يعني شرب القهوه. ومشاهدينا نلقاكم غدا باذن الله في حلقه جديده على امل لقاء طيب. كونوا بخير. الى اللقاء.